الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نعود سويا إلى الإمام الشاطبي بعد هذه الغيبة الطويلة يعني إحنا من 30/12 لا من 24/1 32 لا لا يا سيدنا من شهر 12 لا 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 أنا بكلم هجري 24/1 من 24/1 يعني نشوف نفسنا غايبين كم شهر بس عشان إيه تعد هذه الأيام من 24/1 إلى النهاردة كان 19 ربيع مش كده يبقى من 24/1 إلى 19/4 مش كده ومن 30/12 الى النهارده 24/3 يعني نسال المولى تبارك وتعالى يعني ان يعيننا سويا على ان نعوض هذا الايه هذا العمر الذي فات يعني فات فيها كم محاضره فاتت لان احنا اساسا كانت قبل الاحداث كنتوا انتوا واخدين اجازه الاختبارات أجازات الاختبارات طيب آخر ما كنا نتحدث كنا في باب هاء الكناية وبالتحديد وصلنا إلى قول الناظم رحمة الله عليه وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجلا أيوة خلاص وكده نكمل ماشي معي يا أحبة يبقى هنا ايه الامام يقرا الامام السوسي وان تشكروا يرضه لكم بالاسكان قولا واحدا والامام الدوري اخو السوسي في الروايه والامام هشام يقران بالخلاف بين الاسكان وبين لسه هنشوف بين ايه تاني الصاحب معانا كان احنا قلنا ثلاث قراءات خلاص ايه الثلاث قراءات يرضه لكم يرضه لكم يرضه لكم هذه الثلاث قراءات الاسكان والقصر اللي هو الاختلاس سموه الاختلاس سموه الاشمام سموه يعني اي شيء كلها مرادفات يرضه لكم السكون المحض يرضه لكم اللي هو الايه سموه الايه الضم بدون ايه الضم بدون صلة اللي هو سموه الاختلاس أو سموه القصر سموه القصر يرضه لكم القراءة الثالثة اللي هي إيه يرضه لكم طب لو أجرينا هذه الكلمة على القواعد الأصلية ولم يصلها مضمر هتبقى إيه القراءة فيها إيه على القواعد صلة حكمها الإيه صلة ليه لماذا لأنما قبله لأنها وقعت بين متحركين افتكروا كده في البداية احنا قلنا ايه هاء الكناية اذا وقعت بين متحركين فحكمها الايه الصلة طيب اذا وقعت بين ساكنين لا في عدم الصلة عدم الصلة طب اذا وقعت بين متحرك وساكن يعني قبلها متحرك وبعدها ساكن لا عدم الصلة بص اسمعني بعد متحرك اذا وقع بعدها ساكن سواء كان قبلها ساكن او قبلها متحرك عدم الصله يعني لما نقول ايه له الملك وله الحمد دي وقع بين ايه وبعدين ما تصحوا معايا بين ايه
بين متحرك وساكن، له الملك وله الحمد، يبقى واقع بين ايه؟ متحرك وساكن، ما فيهاش صله، محال ان انت هيفضي الى عدم الصله. ينفع تقول له الحمد. طيب واذا وقعت بين ساكنين برضو عدم الصله، زي ايه؟ فيه القران، متفهم معي؟ فيه القران. يبقى اذا وقع بعدها ساكن، سواء كان قبلها ساكن او قبلها متحرك، عدم الايه؟ الصله. يبقى الاثنين، ما احنا قلنا الاول الايه؟ الاوجه المحتمله عقلا اربعه. فاكرين قلت لكم كده؟ اللي ما اللي هي يحتملها العقل، هاء الكنايه تقع بين متحركين او تقع بين ساكنين او بين متحرك وساكن او بين ساكن ومتحرك. في حاجه غير كده؟ فيش حاجه غير كده، خلاص. طيب اذا وقعت وقع بعدها ساكن، سواء كان قبلها متحرك او ساكن، حكمها عدم الايه؟ يبقى خدنا كم من الاربعه؟ خدنا اثنين. خدنا اثنين، يعني قبلها ساكن وبعدها ساكن، قبلها متحرك وبعدها متحرك. طيب فاضل ايه؟ بين متحركين وبين ساكن ومتحرك. بين متحركين يعني قبلها متحرك وبعدها ايه؟ لما نقول ايه؟ وان تشكروا يرضه لكم، وقع بين ايه؟ حسب القاعدة الاولانية اللي هو قال لك ايه؟ ولم يصل ها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرين. يبقى من المفترض حكمها هنا ايه؟ حكمها الصلة، حكمها الصلة. اهدي من الكلمات الخارجة عن القاعدة، زي ايه؟ كلها عده، وسكن يؤده، مع نوله ونصله ونؤتيه منها فاعتبر صافيا على، وعنه وعن حفص فألقه، ويتقي وبعدين يرضى، ها؟ ويأته لدى طه. هي دي الكلمات اللي خرجت عن الايه؟ عن القاعدة، خلاص؟ هو قال هنا اللي قرأ بالإسكان في هذه الكلمة يمنه لبس طيب بخلفهما. يبقى يمنه الياء للسوسي بلا خلاف. يبقى نقول السوسي قرأ يرضه لكم قولا واحدا. طب يجي مين؟ اللام لبس طيب، اللام والباء، يقرأان ايه؟ يقرأان يرضه لكم، والقراءة الثانية هنستنى شوية نشوفها ايه؟ منتبهين معي؟ يرضه لكم. يبقى دول قرأوا بالايه؟ بالإسكان. نمشي كده شوية بخلفهما. قال والقصر فاذكره نوفلا له الرعد. انتبه معانا البيت، معانا حتة من البيت الثاني. والقصر، القصر اللي هو عدم الايه؟ الصلة. معي؟ طيب يبقى اللي قرأ بالقصر المشار اليه بالفاء من ايه؟ فاذكره. طيب اللي هو مين؟ طيب ونوفل، النون لمن؟ طيب له الرحب، اللام لمن؟ طيب الرحب له، الرحب الالف، ما الالف معانا، حتى وان كانت ذهبت لالتقاء الساكنين بس هي معانا الف رمز. يبقى معانا كم امام؟ اربعه. لا مش اربعه، ثلاثه ونص. ثلاثه ونص. الفاء لمن؟ امام كامل. والنون لمن؟ لعاصم. طيب واللام لمن؟ هشام. نص مين؟ النصف الاول للامام ايه؟ للامام ابن عامر. والالف لمن؟ يبقى ثلاثة ونص قرأوا بالايه؟ بالقصر. بالقصر، يعني القصر ايه؟ عدم الصلة، عدم الصلة. طيب تعال معايا نعد القراء. عندنا هنا هشام له الاسكان وذكر مع اللي ليهم الايه؟ يبقى عرفنا الوجه الثاني لهشام، خلاص. يبقى الوجه الاول لهشام يقرأ ايه؟ يرضه لكم، والوجه الثاني ايه؟ يرضه لكم، خلاص. طيب عايزين طيب، الطاء له الاسكان. طب الوجه الثاني هل هو معدود مع من لهم القصر؟ يبقى يروح مع مين؟ مع من لهم الصلة، خلاص. يبقى معنى كده ان الطاء المشار اليه بالطاء وهو الدوري عن ابي عمرو يقرأ ايه؟ يرضه لكم، خلاص. طيب
ويجي معانا بقى اللي هو فاذكره نوفل الرع. دول ثلاثة أئمة كاملين، الإمام الإمام حمزة والإمام عاصم والإمام نافع، يقرؤون يقرؤون إيه؟ بالقصر. يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى من خلال البيت والحتة دولة هنطلع الثلاث قراءات. دلوقتي اللي اتذكر قدامنا الياء واللام والطاء والفاء والنون واللام والألف، مين اللي غايب قدامكم؟ بصوا لي كده، مين اللي مش موجود من الأئمة؟ الأول عايز إمام كامل، ابن كثير شاطر. ها في إمام تاني كامل غيره؟ ما أنا اللي تعدي قدام مني كده يعتبر أبو عمرو خلص، لأن جاني السوسي وجاني الدوري، يبقى معناها ذكر الإمام نافع وذكر أبو عمرو وذكر الإمام عاصم وذكر الإمام حمزة، أدي أربع أئمة كاملين خلاص. وذكر ذكر نصف الإمام ابن عامر، يبقى فاضل مين؟ يبقى فاضل معانا الكسائي، الكسائي وابن كثير ومين؟ وابن ذكوان. يبقى نيجي له أول ما بص كده عمياني كده أقول إيه؟ ابن كثير والكسائي وابن ذكوان لهم الصلة قولا واحدا، وإن تشكروا يرضه لكم. ركننا هم إيه؟ اتنين ونص. ونيجي ناخد مين؟ الإمام حمزة وعاصم والإمام نافع، يرضه لكم قولا واحدا قولا واحدا. طيب ونيجي بتاع الإسكان ده السوسي، يرضه لكم قولا واحدا. ما عنديش غير اتنين اللي لهم الخلاف، نصين يعني، اللي هو الايه؟ هشام عن الامام ابن عامر، ومين تاني؟ والدوري عن دول اللي ليهم ايه؟ واحد منهم له يرضه لكم يرضه لكم، والتاني يقرا ايه؟ يرضه لكم يرضه لكم. وصلت؟ وصلت يا احبه؟ هنعيد الكلام ده كله. قال يبقى لاحظوا معايا، انا عايز اللي بيعمل في الابيات عشان ينتبه كده، اعمل لي قوس عند واسكان، اقفل لي كده بالمرسمه بالقلم الرصاصي، وتعالى عند الباء بتاعت الرحب اقفل القوس ده عشان نبقى عارفين ان كله ده تبع بعض. واسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا له الرحب، عشان الكلام اللي جاي ده جديد مش تابع لما سبق. قال والزلزال خيرا يره بها وشرا يرى حرفيه سك ليسهولة، دي برضو يقفل عليها لوحدها. الزلزال سورة الايه؟ اللي هي ايه؟ خيرا يرى وشرا يرى، خلاص. قال حرفيه سك ليسهولة، اللام لمن؟ لهشام، هو الوحيد اللي انفرد بالايه؟ بالاسكان، انفرد بالقراءة بالاسكان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن طبعا مش هتظهر معاكم الا في وصل الايه؟ في وصل القراءة. خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله، تمام معي؟ يبقى مش هتظهر لان هو في حالة الوقف. الجميع ايه؟ الجميع يستوي، الجميع في عند الوقف هاء الكناية، الجميع يقف عليها بالايه؟ يقف عليها بالاسكان. طيب انفرد الإمام الإمام هشام بالإسكان. طب الباقون، إيه قراءة الباقون؟ هنقرأها إزاي؟ هيبقى ترجع إلى القواعد الأصلية خلاص؟ سكت عنها، هجيب القراءة، القراءة هتبقى من الضد خلاص؟ وما كان ذا ضد فإن بضده غني فزاح بالذكاء لتفضله، كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاف وجزم وحيث جرى التحريك. انت معي هنا؟ هتيجي رد لي للقاعدة خلاص. ولم يصل ها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل والصلة. يرى خيرا مش كده؟ طيب الكلمة دي القاعدة هتروح فين؟ واقعة بين ايه؟
بين متحركين يبقى ترجع الى الايه الى القاعده يبقى الباقون يقرؤون بالايه يقرؤون بالصله يقرؤون بالصله بالضم مع الايه مع الصله هيبقى الباقي كام ستة ونص ستة ونص مع التحفظ على هذا التعبير يعني يعني ستة أئمة ونص إمام يعني معناه أنه ليه نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ومين وابن ذكوان يقرؤون بالإيه بالصلة في هذه الكلمة يا سهلة سورة الزلزلة يعني اللي عايز يقرأ سورة الزلزلة للقراء السبعة يريح راسه ويقريها كده وهي دي خلصت على كده ما فيهاش غير دي. ثم انتقل الإمام إلى أكبر كلمة ورد فيها قراءات في القرآن يعني الكلمة اللي جاية دي لو هو بيقول إيه وعى نفر خدوها على بعضها البتين مع بعض كده وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصل لما حنيجي نبص كده ونغربلها هتطلع لنا كم قراءة هتطلع لنا ست قراءات ست قراءات وسهل استخراجها يعني سهل استخراج هذه القراءات اللي يقعد كده يتمعن انتبهوا معا كلمة أرجه دي وردت فين وفين والأعراف خلاص اللي هي أرجه وأخاه قال وعى نفر أدرك نفر مين نفر ها من يجيب لي دليلها أيها ومكن وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصبي نفر حالا يبقى الـ الـ الإمام ابن كثير والإمام ها أبو عمرو والإمام ابن عامر الثلاثة دولة اللي هم ورا بعض حتة واحدة كده لأن هما أنت تسيب نافع وتاخد مين ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر مش هما ترتيبهم كده نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وتنزل اللي هما الثلاثة التانيين بس خلينا في دول اللي معانا الثلاثة اللي هما بعد الأول بعد الإيه بعد الأول اللي هما نفر المشار إليهم بنفر قال وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا ولفظ بها لفظ بهذه الإيه بهذه القراءة أرجئه بالهمز ساكنا يعني معنى كده إن نفر اللي هما الثلاثة دول قرأوا بالهمز والباقون عشان ناخد حتة حتة والباقون بترك الهمز يعني دول أرجئ والباقون أرجئ خلاص خلصنا كده من كلمة الهمز هننتقل إلى هاء الإيه هاء الكناية اللي هي بعد الهمزة مباشرة منتبهين معي قال وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة الهمزة وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا أرجئ يعني همز الساكن الهمز الهمز ما احنا الكلام الآن على الهمز يا أحبة لغاية الشطرة الأولى من هذا البيت في الكلام عن الهمزة خلاص يعني دولة يقرأوا بدل أصل هي الأصل فيها أرجئ بس هي على لهجتنا من التخفيف حذفت الهمزة منتبهين معي حذفت الايه الهمزة فنفر أبقوا الهمزة اللي هم ابن كثير وابو عمرو وابن عامر أبقوا على الايه الهمز قرأوا ايه أرجئ خلاص أرجئ وخلصت كده يبقى الباقون أرجئ استنى بس احنا دلوقتي بنتكلم على الهمز وترك الهمز يبقى ثلاثة من سبعة الباقي كام اللي هم مين نافع والثلاثة اللي في الآخر مين الثلاثة اللي في الآخر الكوفيون ريح راسك الكوفيون دول اللي يقرؤون بإيه بترك الهمز نافع والإيه والكوفيين طيب هنيجي ننتقل الآن إلى الإيه هاء الكناية هاء الإيه هاء الضمير إيه اللي حصل في هاء الضمير
ما هو برضو من القراء من يقرأ بإسكان الهاء نفس القراءات السابقة، منهم من يقرأ بإسكان الهاء ومنهم من يقرأ بتحريك الهاء. طيب منهم من حرك الهاء بالضم ومنهم من حركها بالإيه؟ بالكسر. هنشوف الكلام ده، عشان كده هيتولد لك الست إيه؟ الست قراءات. فهو قال وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة. في الهاء هاء إيه؟ أرجع. يبقى اللام لمن؟ اللام لهشام. طب والدال لمن؟ طيب والحاء لمن؟ طيب دول كام عددهم؟ كام كده؟ 2.5. ده دول كلهم من نفر. ابن كثير من نفر، وابو عمرو من نفر، وهشام نص الامام ابن عامر. يعني الاثنين ونص دول يقرؤون بضم الايه؟ الهاء. يعني يقرؤون ايه؟ ارجئه. خلاص ارجئه. طيب ابن ذكوان هيقراها ازاي؟ ما نعرفش، اصبر علينا. هيقراها ازاي؟ سكت عن ابن ذكوان، لم يذكر هنا معي، لم يذكر. طيب ثم قال وأسكن نصيرا فازا. هو بيتكلم عن ايه؟ عن الهاء. انتبهوا بقى، بيتكلم عن الهاء. الجماعة الاثنين ونص دول ضموا الهاء، يبقى الباقون ما نعرفش ضموا ولا أسكنوا ولا ايه كسروا، ولسه ما جاتنيش الصلة وعدم الصلة. قال وأسكن نصيرا فازا. يبقى نصيرا النون لمن؟ والفاء لمن؟ الاثنين دول ريحونا وطلعوا برا، اركنهم بقى. دول يقرأوا ايه؟ بعدم الهمس مع اسكان الايه؟ اولا نصيرا فازا. موجودين من نفر؟ حد منهم من نفر؟ مفيش حد منهم من نفر. يبقى دول يقرؤون ايه؟ ارجه واخاه دون همس. يبقى طلعوا اثنين اهم معي. ولف دعواه حرملة يقرأ ايه؟ ارجئه واخاه. ارجئه ارجئه لسه ما عرفناش. خلاص قال واكسر لغيرهم. لما نطلع كده لف دعواه حرملة ونصيرا فازا، عرفنا لف دعواه حرملة لهم الايه؟ الضم. ونصيرا فاز لهم الايه؟ اسكان. طيب لما نضم كده لف دعواه حرملة ونصيرا فاز، حيبقوا كام؟ كم كم عدد كم عدد الائمه؟ 4.5. من المتبقي؟ يبقى باقي معايا الامام نافع كله، مش كده؟ الامام نافع كله، والامام ابن كثير كله، والامام اقصد والامام الكسائي، الكسائي كله معذره، ونص الامام ابن عامر اللي هو مين؟ ابن ذكوان. قال واكسر لغيرهم، اهم دول غيرهم، واكسر لغيرهم. خلاص يبقى دول يقرؤون بالكسر، يقرؤون بالكسر. يبقى يقولوا ايه؟ ارجه. يبقى عندي ايه؟ ارجئه، ومعايا واحد نص هنا من بتوع الهمزة، هيقرأ ايه؟ ارجئه معي. وارجه راحت. خلاص قال وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. خلصت، اتقفلت كده. اللي يقرأ بالصلة جوادا دون ريب لتوصلا. الجيم لمن؟ طيب والدال لمن؟ كثير. طيب والراء لمن؟ الكسائي. واللام لمن؟ بس تعالوا بقى نرجع كده، لازم عشان نحرر القراءة نجيب من الآخر لورا. وصلها جوادا، الجيم لمين؟ لورش. طب ورش له الضم وله ايه؟ له ايه؟ الأول له همس؟ لا ملوش همس. طيب له ضم في الهاء؟ لا عندي كسر. له الكسر؟ نعم. خلاص يبقى يقرا ايه؟ ارجه واخاه. عد بقى، ادي قراءه. يبقى ورش يقرا ارجه واخاه، اللي بعد منه مين؟ دون من كثير. طب الاول خلينا مع ده اللي هو ورش جواد.
مين ممكن يمشي معاه من الجماعة اللي قدام مننا دولة دون ريب اللي توصله؟ ما ينفعش الكسائي يمشي معاك؟ الكسائي الأول له همز؟ لا. طيب له ضمة في الهاء؟ لا. له إسكان؟ لا. طيب من ضمن مين؟ يبقى ورش ورش والكسائي يقرآن أرجه وأخاه. أرجه وأخاه ماشي؟ طيب فاضل من أهل الصلة دول مين؟ كثير. ابن كثير وهشام. كثير عنده. طيب ابن كثير له ايه في له همز؟ نعم له همز. طيب له همز وله في الهاء ايه؟ الكسر. له في الهاء الكسر يا شيخ محمد. له الضم بيقرا ايه؟ ارجئه. ويجي له هنا الصله يبقى يقرا ايه؟ ارجئه واخاه. مين ممكن يمشي معاه من دوله؟ ممكن هشام يمشي معاه؟ ايوه هشام له الهمز من اهل نفر. طيب وله الضم اللي هو ضم لف دعواه حرمله. احنا لما نخلص دول هيبقى يسهل الباقي. يبقى معناها ان ابن كثير وهشام يقرآن ارجئه واخاه. معي؟ يبقى عندي ورش والكسائي يقرآن ارجه واخاه وابن كثير وهشام يقرآن ارجئه واخاه. ادي قراءتين خلاص. ما عنديش حد قدام مني له صله. ما فيش حد قدام مني له صله. طيب تعالى نرجع لاهل نفر. مين اللي باقي من نفر؟ ابو عمر. باقي ابو عمر وابن ذكوان. باقي ابو عمر وابن ذكوان. طب ابو عمر لم يذكر من اهل الاسكان صح؟ طيب ولم يذكر من اهل الصله يبقى تبع عدم الايه؟ يبقى يقرا ايه؟ ارجئه واخاه. همس مع ضم الهاء بدون ايه؟ صله. هنلخص لكم اللي فات ده كله خلي بالكم ما تقلقوش خلاص. يبقى يقرا ايه؟ ارجئه واخاه. ارجئه واخاه. فاضل مين من الجماعه بتوع الهمز دول؟ شاطر يا ولد. طب ابن ذكوان له الهمز مش كده؟ طيب مش مذكور في الجماعه اللي ضموا الهاء؟ طب مذكور من الجماعه اللي اسكنوا الهاء؟ طب مذكور من الجماعه اللي وصلوا الهاء؟ يبقى يبقى تبع ايه؟ يبقى كسر ايه؟ كسر الهاء الهمز مع كسر الهاء بدون ايه؟ بدون صلة. يعني اقرأها ازاي؟ ارجئه واخاه. ارجئه واخاه. معي؟ طيب تعالوا بقى للجماعة اللي هم بهمز. كم قراءة على الهمز؟ ثلاثة. نفر. نفر. ما هو كم قراءة؟ هم نفر. هم ثلاثة انفار. انت بتعدهم عشان هم ثلاثة يبقى ثلاثة. كم قراءة؟ طب هقول لكم حاجه. لما انا اقرا كده ايه؟ اسمعوا معايا. ارجئه واخاه. مين؟ عدوني. انا المفروض انت دلوقتي قاعد في ميته وسمعت الشيخ اول ما سمعته كده قرا ارجئه واخاه. لازم انت يتبادر الى ذهنك الراجل ده مين اللي قراه؟ ابن كثير. ومين؟ وهشام. شاطرين. ليه؟ لان هم في اهل همس ومذكورين من اهل الصله. انا قلت ايه؟ ارجئه واخاه. يبقى دي قراءه. قراءه على الهمز. طيب لما انت سمعت الشيخ كده بيقرا ايه؟ ارجئه واخاه. او بلاش دي. ارجئه واخاه بالهمز مع الضم بدون صله. ابو عمرو. ومعاه حد؟ بصوا كده. ما معهوش حد تاني؟ مين؟ حد معاه تاني؟ طب هو لوحده. يبقى ابو عمرو. يبقى معناها سمعت الشيخ كده بيقرا بيقول ايه؟ ارجئه واخاه وماشي على القراءه دي. لو لبخ هتفهم انت بقى تقول له لا يا عم الشيخ ده انت كنت ماشي لمين؟ ده انت كنت ماشي لابي عمرو. ايه التخبيط اللي انت خبطته ده؟ خلاص؟ يبقى ايه؟ ارجئه واخاه. ارجئه واخاه قلنا مين؟ ابن كثير وهشام. طيب
أرجئه وأخاه بدون صلة؟ أبو عمرو منفرد. طيب لما نقرأ نقول إيه؟ أرجئه وأخاه بس، يبقى معناها عندي ثلاث قراءات على الهمس. أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه ابن كثير، يعني واحد ونص من الثلاث أئمة. خلاص، واحد ونص من الثلاث أئمة. أرجئه وأخاه، هاجي جاي بعد منها أقول إيه؟ أرجئه وأخاه. بقوا كام كده؟ اثنين ونص، مش كده؟ طيب أول ما أقول أرجئه وأخاه يكتمل ثلاثة، كملوا الثلاث أئمة، ثلاث أئمة بثلاث قراءات على الإيه؟ على الهمز. يعني مع الهمز عندي ضم مع الصلة وعدمها، وكسر مع إيه؟ عدم الصلة. وإلا لو جاي حد ظهر لي واحد تاني على الكسر مع الصلة هيبقى إيه؟ تزيد إيه؟ قراءة بأربعة، هتبقى فيها سبع قراءات الكلمة. خلاص؟ يبقى إيه؟ أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه. هذه ثلاث قراءات مع الإيه؟ مع الهمز. خلاص خلصنا من الهمز، وخدنا كم إمام من السبعة؟ ثلاثة أئمة، باقي أربعة. مين الأربعة؟ نافع، 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 عاصم، والكوفيون، مش كده؟ مش إن إحنا خدنا الثلاثة اللي في اللي ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، يبقى اللي باقي معايا نافع والثلاثة اللي في الآخر. شيل منهم اثنين وأسكن نصيرا فازا، وأسكن نصيرا فازا. من الأربعة النون لمن؟ والفاء لمن؟ لحمزة. دول يقرآن أرجه وأخاه. ولاحظوا كده، خلي بالكم، بصوا للأشياء اللي خالف فيها الإمام عاصم، اللي هي القراءة المشهورة، الرواية اللي انتوا بتقرؤوها دي، خالف الأصل. يعني من المفترض دي واقعة بين ايه؟ بين متحركين تبقى حكمها الصلة، والرواية سنة، الرواية سنة لا دخل للرأي والاجتهاد فيها. يبقى عندي طلع اثنين، أرجه وأخاه، ادي قراءة، اركنها قراءة من بدون ايه؟ بدون همس. باقي معايا كم من الأئمة؟ مين؟ نافع والكسائي. نافع والكسائي، نافع والكسائي. تعالوا كده معايا، دوروا كده، احنا قدام مننا ورش اللي هي جوادا، وقدام مننا ريب اللي هو مين؟ الكسائي. يعني عندي رمز الورش ورمز لمين؟ للكسائي. يعني معناها هو قال واكسر لغيرهم، ودول من ضمن اللي كسروا. طب ودول قرأوا بالصلة، وصلها جوادا دون ريب، يبقى جوادا ريب هيقرأوا بالإيه؟ بالكسر مع الإيه؟ يبقى ورش والإمام الكسائي يقرأ إيه؟ أرجه وأخاه. أول ما تسمع واحد شيخ كده بيقرأ ورا، وصل إلى هذه الآية وبيقرأ كده أرجه وأخاه، ادي أعلى الاحتمالات إنه هيقرأ لورش، لأن هو طبعا ربما يكون غير متوقع إنه يقرأ للإيه؟ للكسائي. بس مش هيبان إلا بعد ما يمشي شوية في الإيه؟ في القراءة قدام منك. ما أنت عشان إيه؟ ما أنا عايز اللي قاعد يتعلم بقى، احفظوا واحفظوا الأبيات، عشان لما تبقى قاعد في أي مكان سمع حد بيقرأ قراءة لابد أن يعني. وخلي بالك الناقد بصير، ربما اللي قاعد على المنصة بيقرأ، اللي بيقرأ بيرتبك، إنما اللي قاعد بيعد. بطول ما حضر معاك الأبيات هتقدر أنت تحدد إيه اللي بيقرأ فيه معي. يبقى عندي ورش والكسائي يقرآن أرجه وأخاه، يبقى عندي إيه؟ أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، أرجه وأخاه نصيرا فازا، أرجه وأخاه. مين اللي باقي يا أحبة؟ قالون، قالون أول الرواة الصداق. يبقى هو لا هو مذكور مع أهل الهمس، ولا مذكور مع أهل الضم، ولا مذكور مع أهل الإسكان، ولا مذكور مع أهل الصلة.
يبقى له ايه؟ الكسر مع القصر. الكسر مع القصر يبقى معناها يقرأ ايه؟ أرجه وأخاه. أرجه وأخاه. يبقى عندي الثلاث قراءات اللي هم بلا همس لما نرتب بقى صح نجيب من فوق. أرجه وأخاه. أرجه وأخاه. أرجه وأخاه. هذه الثلاثة اللي هم بدون إيه؟ بدون همس. الثلاثة اللي مع همس أرجئه وأخاه. أرجئه وأخاه. أرجئه وأخاه. هذه الإيه؟ الست إيه؟ الست قراءات. نرجع بقى من الأول نجيبهم كلهم من الأول خالص. عندنا فاكرين الكلمات؟ وسكن يؤدي مع نولي ونصلي ونؤتيه منها فاعتبر صافيا حلا وعنهم وعن حفص فألقه ويتقي. يؤدي نولي نصلي نؤته ألقه. فيها ثلاث قراءات. كل كلمة من الكلمات دي فيها ايه؟ ثلاث قراءات. الإسكان لمن؟ الإسكان للإمام حمزة وشعبة فاعتبر صافيا حلا خلاص. ويدخل معاهم حفص في كلمة ايه؟ فألقه. مش انتم بتقرأوها كده؟ فألقه إليهم. وشوفوا القراءة برضو الرواية سنة. يعني معنى كده دخل. ما احنا عندنا الايه؟ الامام شعبة بيقرأ بالإسكان في الكلمات الأربعة أو في الكلمات الخمسة. وسكن يؤدي مع نوله ونصله ونؤتيه منها خلاص. فاعتبر. فاعتبر الفاء لمن؟ فاعتبر صافيا. الصاد لمن؟ حلا. الحاء لمن؟ هذول يقرؤون بالإسكان قولا واحدا خلاص. ويدخل ايه؟ وعنهم وعن حفص فألقه. فألقه اهو برضه قرأ. يبقى ايه؟ حفص خرج عن اصله في هذه الايه؟ في هذه الكلمة. يبقى دول يقرؤون بالإسكان. الإسكان في الكلمات الأربع الخمسة قولا واحدا فاعتبر صافيا حالا. يدخل معاهم حفص في ايه؟ فألقه. طيب القصر اللي هو الباء واللام. وفي الكل قصر الهاء بانا بانا لسانه بخلفه. في الكل كل ما سبق الكلام عن كل الايه؟ الكلمات. يعني ناخد ايه؟ قراءة القصر. وفي الكل قصر الهاء بانا لسانه بخلفه. الباء لمن؟ واللام لمن؟ لهشام. طب هو قال بخلف. يبقى انتبهوا بقى اتعودوا على اسلوب الشيخ في الشاطبية. قال بخلف يبقى مش هتعود على كل من ذكر، تعود على اخر واحد. لو قال بخلف او بخلفه هيبقى اخر واحد. بخلفه هتبقى واضحة. انما بخلف بدون تحديد هيبقى برضو اخر ايه؟ اخر واحد. بخلفهما اخر اثنين. بخلفهم تعود على الايه؟ على الجميع. لما قال وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف يبقى يقرأ ايه؟ في الكلمات الخمسة اللي هي ايه؟ يؤدي نولي نصلي نؤتي فألقي. هو الاول فين الكلمات دي؟ يؤدي فين؟ طيب نولي نوليه ما تولى. طيب نصله هي معاها ونصله. طيب نؤته أيوة نعم فعل عمران. طيب فألقه واحدة. فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر خلاص. أدي الكلمات الإيه؟ الخمسة دولة. دولة يقرأ بالإسكان قولا واحدا ما سبق ذكره، بالقصر قولا واحدا قالون، وهشام له الخلاف. خلاف بين ايه بقى؟ هشام الوجه الثاني ايه؟ طب احنا له القصر هنا. الوجه الثاني، الوجه الثاني هيبقى ايه؟ الصلة. ما هو مش مذكور مع اهل الاسكان. يبقى الثاني الصلة للباقون. ها
هيبقى مين الباقي؟ خلي بالك احنا خدنا خمس كلمات اهو. اصل في ناس بت ايه ممكن عنده القدره على انه يرتب الحاجات دي ويحفظها وما يحفظش الابيات. والعجيب ان كان عندي طالب في السعوديه كان من اغرب ما يكون هذا الولد، ما يقدرش يحفظ ابيات، بس محال ان تقدر تمسك له وقعه في الـ في الـ في القراءات. يعرف كده فلان قرا كذا. خلي بالكم ما هي هنقول ايه، الابيات وسيله ولا غايه؟ وسيله. مش كده ولا ايه؟ وسيله وليست غايه. بس هو العلماء اللي هو الشعر التعليمي ده لما نشا الشعر التعليمي في العصور السابقه اني عشان يقربوا لطالب العلم عملوا له الفيه ابن مالك، عملوا له ايه متن ابو شجاع، مش عارف ايه، عملوا ايه هذه المتون التعليميه. انما قبل كده كانت الناس الذهن الصافي. ممكن يكون قدام مني واحد برضه زي الولد ظافر الشهري ده اللي هو كان اعجوبه، ما كانش يقدر يحفظ وسبحان الله حافظ للقران. ده كان لما نيجي نصحح كده لو نزلت نص درجه يقول لي لو سمحت بس عايز اعرف فين. وربما الواحد نراجع معاه نلاقي الولد عنده حق، نراجع معاه نلاقي عنده حق. ففي ناس تحفظ، وفي بعض الشيوخ الان بعض الشيوخ تبص تلاقيه انت قرات مش حاضره الابيات معاه، بس من كتر استعمال الايه القراءات بقت خلاص هو عارف ان دي قراءة فلان ودي قراءة فلان ودي قراءة فلان. من كتر استعمال القراءات يقدر يقول لك ايه زي ما مشهور كده مالكي، تقدر تقول ملك كده الحاجات البسيطة يعني. انما لا، ده في ناس بقى عندها القرآن كله من اوله الى اخره ممكن ايه ما يحتاجش الى المتون. فالمتون دي بناخدها عشان نتعلم منها، لان احنا بنقول المتن ده بيفيدني بايه؟ بيفيدني الكلمة القرآنية وتحديد ما فيها من قراءات وإيه ونسبة كل قراءة لقارئها. يبقى أنا بستفاد من هنا بتعلم كم قراءة، وصف تحديد القراءة وتحديد من قرأ بهذه الإيه بهذه القراءة. اللي يستطيع إني في بعض العلماء بيرجعوا الشاطبية دائما من باب التبرك حبا في الإمام الشاطبي، لأن هذا ولي من أولياء الله فبيحفظوها للتبرك. إنما هم القراءات عندهم زي سورة الفاتحة. فالآن ممكن واحد يجي جاي كده يقول إيه خلاص هو حفظ كده، أنت في البداية إحنا خلاص فاعتبر صافيا حلا الفاء، وممكن بيقرب لنفسه الفاء والصاد وإيه والحاء يقرؤون بالإسكان، خلاص بيقرؤون بالإيه بالإسكان، ومعهم حص في إيه في كلمة يعني. هو إحنا دلوقتي برضو ما إحنا حافظين لحفص، بنقول حفص بيقرأ بعدم الصلة في هاء الكناية الواقعة بين متحرك بين ساكن ومتحرك إلا في كلمة واحدة في القرآن، وكلنا نيجي عندها نقول إيه ويخلد إيه فيه مهانة. أنتوا متفقين معي؟ هل كل حفظها دي يعني حفص ماشي مع ايه مع باقي القراء ويجي يدخل مع ابن كثير في إيه؟ في هذه الكلمه. فاللي عنده القدره على حفظ هذه الايه الاشياء يبقى عندي مين يقرا بالقصر في الكلمات الخمسه قولا واحدا. قصر يا بنت، قصر يا بنت، وفي الكل قصر لائي بان لسانه قالون قولا واحدا. واللام بتاع لسان دي يقرا بالايه؟ بخلفه. خلاص خلصت دي الصله للباقي. يبقى الصله للباقي خدنا هناك ايه فاعتبر صافيا حلا وحفص، يعني معناها كده خدنا ايه الامام عاصم والامام حمزه ها وابو عمرو، ادي ثلاث ائمه. وخدنا نص الامام نافع اللي هو مين؟ اللي هو ايه بانه. ونص الامام ابن عامر اللي هو ايه لسانه. خلاص هتعد الباقي.
يبقى الباقون لهم ايه؟ الصلة في الكلمات الخمسة. الصلة خلاص. كلمة يتقه، يتقه دي هي زادت فيها قراءة، كان هو ممكن تبقى ثلاث قراءات كباقي القراءات، لأن قلنا هاء الكناية، خلي بالكم يا أحبة هاء الضمير ما تخرجش عن ثلاث حاجات، الإسكان والإيه والصلة وعدم الصلة، الإسكان والصلة وعدم الصلة. بس خلي بالكم بتاعت أرجه دي زادت عشان جاني ضم وجاني كسر وجاني همز وجاني عدم همز، وإلا لو أرجه بس كده كان مش هيبقى فيها إلا ثلاث قراءات، هيبقى فيها إما إيه أرجه وأخاه أو أرجه وأخاه أو أرجه وأخاه، إنما جاني الضم وسع المساحة، جاني الهمز كمان كبر الإيه الكوم، فتعدت إيه اتعدت ست قراءات. وكل دية كل القراءات الآتية في هذه الكلمة لا تغير المعنى. فاكرين لما أنا قلت لكم القراءات دية منها ما يتغير به الإيه اللفظ والمعنى، ومنها ما يتغير به اللفظ ولا يتغير به المعنى، مش كده ولا إيه؟ الاختلاف اللفظي والاختلاف الأدائي، الاختلاف ده كله أداء، الكلمة ما تغيرتش. أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، أه؟ أرجه وأخاه، أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، ما تغيرش المعنى، إنما في حاجات بيتغير لها المعنى. وما دام قد تغير المعنى يبقى إيه؟ يبقى لابد من توجيه، يبقى ده بنسميه اختلاف في الإيه؟ في الأداء، اختلاف في الأداء، زي والضحى، والضحى، ها؟ زي من آمن، من آمن، من آمن، كله اختلاف إيه؟ تنويع في الإيه؟ في الأداء، إنما لما يجي يتغير المعنى، حاجة تغير لي المعنى، ها؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قد كذبوا، لا ده اتقلبت الدنيا خالص. ده يحتاج الى توجيه، وهتتحول الكلام ايه في هذه الايه الى كل الضمائر السابقه، اما تعود على الرسل واما تعود على المرسل اليهم، والظن هيتحول بمعنى الايه الشك واليقين في آن واحد، في قراءه يتحول الظن وظنوا وتيقنوا، ويظنوا شكوا، فيبقى ايه ده يتغير به. يبقى عندي القراءات، قراءات القرآن الكريم، الاختلاف اللفظي الذي يتغير به الايه يتغير به المعنى، وما دام قد تغير المعنى يبقى ايه يحتاج الى توجيه. ودي متعة الايه القراءات، وكلما تعددت القراءات في الكلمة كلما ايه فادت واعطتني اشياء تفيد. يتقه هيبقى فيها اربع قراءات، حاجتني القراءه الرابعه بسبب ايه؟ بسبب القاف، بسبب الايه القاف. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، اصل الكلام كده ايه ويتقيه فاولئك، خلاص ويتقيه فاولئك. جاتني قراءه اسكان القاف هي اللي زودت العدد الى ايه الى اربعه، خلاص. الإسكان لمن؟ فاكرين الإسكان لمن؟ ويتقه حما صفوه قوم بخلف، يبقى عندي حما صفوه الحا لمن؟ طيب وإيه والتاني الصاد لمن؟ شعبة، خلاص. والقوم بخلف القاف لمن؟ لخلاد، القاف لخلاد، يعني نقول قرأ بالإسكان قولا واحدا أبو عمرو مين؟ أبو عمرو شعبة يا بنتي اللي بتقولي خلاد، أبو عمرو شعبة. طيب قرأ بالإسكان وله وجه تاني لسه مش عارفينه اللي هو مين؟ خلاد، يبقى دي قراءة، ده مع إيه؟ مع كسر الإيه؟ القاف، يبقى دول إيه؟ ويتقه فأولئك. ايه الايه معانا؟ ومن يطع الله
ورسوله، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك، ويتقيه فأولئك. هذه القراءة اللي معانا. طيب القراءة الثانية القصر، هناخدها منين؟ وفي الكل قصر الهائي بان لسانه، برضو معانا بان لسانه في كل ما سبق. يبقى قالون يقرأ بالقصر إيه؟ قولا واحدا، ويتقيه فأولئك. لاحظوا ان قالون مذهب القصر، مذهب الايه؟ القصر. ويتقيه فأولئك. ومعه هشام لما نقول بان لسانه بخلف، الوجه الثاني برضو مش عارفينه لسه، صح ولا لا؟ بان لسانه. طيب القصر لمن؟ القصر الاول خلينا نطلع بقراءة حفص، وقل بسكون القاف والقصر حفصه. يبقى حفص الوحد اللي انفرد بالقراءة دي. ويتقه فأولئك، يعني ما قرأش بالقصر مع الصلة، ده قرأ بالقصر مع الايه؟ وبعدين برضو ما تنفعش حتى كمان قراءة الإسكان مع الإسكان. ها؟ هتنفع الإسكان مع الإسكان؟ إسكان القاف مع إسكان الايه؟ مع إسكان الهاء. يبقى حفص طلع لي بقراءة ايه؟ ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك. خلاص؟ الباقون هيبقى ليهم الايه؟ الصلة. الكسر مع الايه؟ الكسر مع الصلة. هيبقى مين الباقي؟ كل القراء عاد مين؟ اطلع فوق، ابو عمرو وشعبة ها وقالون وقالون وحفص. اما بالنسبة لخلاد وهشام، عندنا خلاد هيبقى له الاسكان والصلة، وهشام له القصر والايه؟ والصلة. له القصر والايه؟ والصلة. خلاص كده انتهت ايه؟ يأتي، فاضل كلمة يأتي. ويأتي لدى طه بالإسكان يجتلى لوحده، بالإسكان يجتلى لوحده، اللي هو ويأتي اللي هو ايه؟ ومن يأتيه مؤمنا. هي على القاعدة لها فيها الصلة، على القاعدة لها الصلة، فيها الصلة. خلاص. ويجي قالون هيبقى له الايه؟ له القصر، له القصر ومعاه هشام، له القصر. خلاص. بس هنا قالون هيبقى له الخلاف هو هشام، والباقون ومعهم هشام وقالون لهم الايه؟ لهم الصلة. يبقى برضو فيها كم قراءة؟ فيها ثلاث قراءات، مش كده ولا ايه؟ فيها ثلاث قراءات. ما انا بقول لك هاءات الكناية الاصل فيها ثلاث قراءات، يؤده اليك، يؤده اليك، يؤده اليك، هذه الثلاث قراءات. يزيد بعد كده ان زادت حاجه في الحرف السابق، ان زاد شيء في الايه؟ يرضى، اللي هي اخر كلمه اتكلمنا فيها. فاكرين يرضى؟ ها؟ ايه دليلها معاك؟ واذا كانوا يرضى يمنوه لبسه طيبا. دي لسه متكلمين فيها، هي وايه؟ هي وارجي وارجي. حد عايز حاجه في هاء الكنايه؟ عشان عايزين ندخل على باب الايه؟ باب المد والقصر كده، ناخد منه حتى نفتح الباب كده، حتى نفتح الباب. ماشي؟ انتهينا من باب هاء الكنايه او هاء الضمير، سموها زي ما تسموها، بس المهم ايه؟ في قاعده اساسيه، في رؤوس من فوق تعرفها. هاء الضمير، انا هقول وانت ترد علي. هاء الضمير اذا وقعت بين متحركين حكمها ايه؟ لجميع القراء. خلاص. طيب هاء الضمير اذا وقعت بين ساكنين حكمها عدم الصلة لجميع القراء. هاء الضمير اذا وقعت بين متحرك وساكن عدم الصلة. يبقى اذا كان بعدها ساكن وقبلها متحرك او ساكن عدم الصلة.
المثال دي اللي معايا اللي هو ايه؟ له الملك وله الحمد. له الملك وله الحمد، محال ان انت تقول له الملك. طيب فيه القرآن كذلك معي؟ طيب فاضل ايه من الاربع اوجه اللي احنا وليه المحتملة عقلا؟ ما احنا قلنا بين متحركين، بين ساكنين، بين متحرك وساكن، فاضل ايه؟ قبلها ساكن وبعدها ايه؟ متحرك. هي دي اللي انفرد بهذه القراءة الامام ابن كثير الايه؟ ابن كثير المكي، يقرأ من اول القرآن الى اخر القرآن، انفرد بهذه القراءة. فيه هدى للمتقين، خلاص؟ اللي هو ايه؟ ويدخل معه حفص في قول المولى تبارك وتعالى ويخلد فيه مهانة. ليه الكلمة دي يا حفص؟ الرواية سنة. خلي بالكم يعني قضية العلل والحجج والتوجيهات والكلام ده ما فيش مبرر غير أن الرواية من أول القرآن إلى آخر القرآن لم ينفرد الإمام حفص إلا بهذه الكلمة يوافق فيها الإيه؟ وده ناخد دليلها منين؟ قال ايه؟ البيت ايه معنا؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص اخو ولا يؤاخيه حفص في قول المولى تبارك وتعالى فيه مهانا. يبقى خلاص انا قواعد، إلا ما خرج عن هذه القاعدة. خرج عن هذه القاعدة كلمات معدودة في القرآن اللي هي إيه؟ يؤدي، نولي، نصلي، نؤتي، ألقي، يتقي، يرضى، يأتي، أرجي، بس الكلمات اللي هي خرجت عن الإيه؟ خرجت عن القاعدة. إنما القاعدة الأساسية بين متحركين الصلة للجميع، بين ساكنين وبين متحرك وساكن عدم الصلة للجميع، بين ساكن ومتحرك الصلة لابن كثير ويوافق حفص في سورة الفرقان، والباقون بعدم الايه؟ بعدم الصلة. باب المد والقصر. طبعا في مرحلة التجويد انتوا درستوا بقى الايه؟ يعني مش هنطول في الكلام في التعريفات، يعني احنا معانا ايه؟ المد والقصر. لما نيجي نقول ايه؟ ايه المد؟ يعني المد كده معلش، ايه المد؟ المط، مش كده ولا ايه؟ يعني الحاجه اللي متمده بتتمط كده، هو ده الايه؟ التعريف اللغوي ليه. طب عندنا في علم التجويد اطاله زمن الصوت بأحد حروف المد. طب ايه هي حروف المد؟ واي بس، وريح راسك. واي، الواو، والالف، والياء. طب في حروف تاني ممكن تكون قابله للمد تتمط غير الثلاثه دول؟ ها؟ ما هو هي حروف مد، سواء مد ولين او مد، المد ولين او حرف لين او حرفاء اللين. ما هو برضه انا بقول ايه؟ واي، هو اللين دول ايه؟ واو وياء سكن وانفتح قبله، يبقى الواو والياء. يبقى عندي ما فيش حروف في حروف الهجاء في اللغه العربيه قابله للمط، قابله لاطاله زمن الصوت بها، الا ايه؟ ثلاث حروف اللي هي مجموعه في كلمه ايه؟ في كلمه واي. طيب يبقى عرفنا كده حروف المد. طيب هل على اطلاقها واو والف وياء؟ لا، ده لكل حرف من هذه الاحرف شرط. الواو تسبق ببنتها، ببنتها، مش كده ولا ايه؟ والواو تسبق او الياء تسبق ببنتها، يعني ايه؟ الام قدام والبنت ورا، خلاص. والالف، الالف طبعا لا تسبق الا بالايه؟ بالفتحه. هو حد يقدر يجيب لي الف قبلها حاجه غير الايه؟ غير الفتح؟ محال. هي ايه؟
لا تسبق إلا بالفتح. يبقى لابد من أجل أن يمد هذا الحرف اللي هي واي، الواو أو الألف أو الياء، لابد أن يشترط فيه أن يكون مسبوق بما يجانسه من الإيه؟ من الحركة. خلاص؟ طب دي المرحلة الإيه؟ الثانية. أول مرحلة ما هي حروف المد؟ ثاني مرحلة ما هي شروط حروف المد؟ ثالث مرحلة لابد أن يقع بعد أي حرف من حروف المد سبب من أسباب المد. طب إيه هي أسباب المد؟ ده هما سببين بس، يبقى ما نقولش أسباب، يبقى نقول إيه؟ سبب المد. خلاص؟ سبب المد اللي هما إيه؟ الهمز أو السكون، الهمز أو الإيه؟ أو السكون. منتبهين معي يا أحبة؟ يعني لو جاني حرف مد وتوفر فيه الشرط ولم يقع بعده سبب ما يتمدش، بدليل ان حروف المد بشروطها موجوده في الكلمه اللي انتوا حافظينها كلكم في كلمه ايه. طب انا عندي ينفع ان انا اقول ايه؟ تلك من انذاء القرى نوحيها، ما ينفعش، لابد ان يقع هي توفر، اتوفرت حاجتين هما ايه؟ اللي هو الحرف والشرط، الحرف والشرط، نو الواو وقبله وقبلها الضمة، حي الياء وقبلها ها الألف وقبلها، يبقى توفرت الايه؟ توفر الحرف والشرط، انما ما جانش ايه؟ سبب ايه؟ سبب المد. يبقى عندي ننتبه بس عشان الناس اللي بيجي بعد كده بيقولوا ايه؟ صلة صغرى وصلة كبرى في هاء الضمير اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيها. هاء الضمير اذا وقع بعدها همز بيقولوا ايه؟ ده صلة كذا. لا، ده هو في الحالة دي ما تسموهوش صلة، انت تسميه تقول لي مد منفصل وانتهت المسألة. ده بقى مد منفصل، لان عمر الهاء ما تمد، هي الهاء من حروف المد. لا، ده انا بمد ايه؟ بمد الواو او الياء التي تولدت عن الاشباع في الايه؟ في هذه الكلمة، مش كده ولا ايه؟ يعني بنقول ايه؟ يؤده الي، يؤده الي، يؤده الي. طب اول ما اقول ايه؟ يؤديه الي، انا مديت ايه بقى؟ مديت الهاء. اه الهاء اخبطك بالبتاعة دي، انا مديت الهاء. لا، الياء، الياء مديت الياء. الياء ان هي المتولدة عن اشباع كسرة الايه؟ ما انا اللي حصل جيت ماسك بقى البنت الصغيرة دي اللي اسمها الايه؟ الكسر، وجيت دايس على راسها كده قلت لها هاتي امك، امها جت ايه؟ يؤديه. انا مش بمد الهاء، ده انا بمد الايه؟ الياء. يبقى ده بنسميه مد ايه؟ مد ايه؟ منفصل، مد منفصل، لان الهاء لا تمد. منتبهين يا احبة؟ يبقى سواء كانت الياء مرسومة واضحة موجودة امامي في القرآن او جاءت نتيجة الاشباع، او الف محذوفة زي يا ايها، يا ايها هؤلاء، منتبهين معي؟ هذه الكلمة الالفات غير موجودة، ولكن موجودة، مش موجودة رسما، ولكن موجودة ايه؟ في اللفظ، في اللفظ. ما انا لما اجي اقول لك ايه؟ ارسم ما يخرج من فمي، صورها، التقط بعدسة عينك، يا ايها، هتعمل ايه؟ يا الف وبعدين همزة وبعدين ايه؟ تكمل الكلمة. طب هي مرسومة في القرآن ايه؟ بدون الالف. سيبكم من الرسم المصحف
اللي قدام منكم، انما ارجع الى النسخه الايه الكتبت بايد الصحابه، ما فيش الفات، سواء كانت الالف موجوده او غير موجوده، انما هي موجوده في اللفظ، موجوده في الايه في اللفظ. يبقى عرفنا حروف المد. طيب عرفنا شرط حرف المد. طيب عرفنا اسباب المد. كم اسباب المد؟ سببين اللي هما ايه؟ الهمز او السكون. متفقين معي؟ طيب يبقى معنى كده انا عندي ايه؟ عشان امد حرف من الحروف الثلاثة لابد ان يقع بعده ايه؟ احد السببين اللي هما الايه؟ الهمز او السكون. طيب الهمز سبب لكم نوع من انواع المد؟ والسكون سبب لكم نوع من انواع المد؟ خليكم معايا. الهمز هيجي معايا في مد اسمه مد ايه؟ متصل. خلاص حد اتعرف على الحاجات دي؟ متصل يعني اتصال الهمز والسبب في كلمة واحدة. السماء، خلاص دول ايه؟ كلمة واحدة. ما ينفعش اقول السماء وبعدين ما تنفعش الواحدة، ما تنفصلش دي عن دي. طيب يبقى دي واحد، يبقى الهمز سبب للمد الايه؟ المتصل. طيب هيجيني كمان المد المنفصل، يعني يكون حرف المد في اخر الكلمة الاولى والسبب في اول الكلمة الثانية، زي يا ايها او بني اسرائيل او بنو اسرائيل، يبقى ده سببه ايه؟ الهمز. يبقى ده الهمز سبب لايه؟ لنوعين، ادي نوعين اهو. طيب هيجيني الهمز كمان سبب لمد البدء اللي هو يتقدم، بتتقلب العملية، يتقدم حرف المد على سبب الايه؟ الهمزة. طيب يتقدم السبب على الايه؟ اللي هو ايه؟ زي آمنوا وإيمان وأوتوا، خلاص؟ ودي بينفرد بها بعض القراء. يبقى دي كام؟ تلات. الهمز سبب لتلات حاجات. يجيني الهمز كمان ممكن يكون سبب لمد اسمه مد الايه؟ مد اللين. مد اللين اللي هو زي شيء، سوء. خلاص يبقى الهمز سبب لكم نوع؟ أربعة. للمد المتصل، للمد المنفصل، للمد البدل، لمد الايه؟ اللين. حد ممكن يطلع لي اسباب تانية اكون نسيها؟ انا ده اللي انا فاكره، ان حد افتكر حاجة تانية يقولها لي. طيب تعالوا للسكون. السكون سبب لكم نوع؟ ها؟ المد اللازم. المد اللازم سواء كان سكون سكون او سكون جاء نتيجة ادغام. جاء نتيجة ادغام، السكون اللي جاء نتيجة ادغام زي ايه؟ زي الحاقة. يبقى ده سكون جاء نتيجة ايه؟ ادغام. او سكون تاني زي ايه؟ آل. آل. او كمان في الكلمة في الحرف زي ايه؟ زي نون و. او برضو ممكن يكون نتيجة ادغام الف لام ميم، يبقى برضو جاء ايه؟ جاء نتيجة ادغام. طب ده السكون. وممكن السكون يجيني، السكون يجي للمد الايه؟ المد العارض. يبقى السكون يأتي سبب للمد اللازم بجميع اقسامه، حرفي كلمي بالقسمين، حرفي بالقسمين، ويجيني برضو سبب للمد الايه؟ للمد العارض للسكون. نكتفي بهذا القدر ونبدأ إن شاء الله في اللقاء، يعني نبدأ، خليكم نبدأ واحدة واحدة كده، ما تقلش عليكم. وفي الأسبوع المقبل نبدأ من بداية هذا الباب
هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.